السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناه الشرقيه للمواشي على اليوتيوب. حياكم الله جميعا. اليوم يا شباب 22/1/2024 احنا متواجدين في سوق مشيرفة شمال الحسك. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. ما شاء الله تبارك الله، غنم تركيه يا شباب، غنم تركيه، من تركيا جتنا هالغنم التركيه، ما شاء الله تبارك الله. هاي هي اشكال وانواع الغنم التركيه، اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. شوف كلها سود، كلها محروفه، محروقه يعني حرق، مو حراكي، ما شاء الله تبارك، خشانه مولده، اللهم صل على النبي تبارك الله. شوف 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 الطليان، شوف طايم وخرفان، صل على النبي، ما شاء الله تبارك الله. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا يا شباب على اليوتيوب الشرقيه للمواشي على اليوتيوب وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد. ما شاء الله تبارك الله، الصلاه على محمد، ما شاء الله تبارك الله. شوف المواليد شلون، اللهم صل على النبي، خرفان خطايم، شوف الالوان شلون، الصلاه على محمد تبارك الله. طبعا مثل العواس السوري يا شباب، ما ابي مثل العواس السوري، ما ابي، اما هاي حسب رقيب يعني. انا كنا نشوفها على الموبايلات يعني تصويرها بس، ما شاء الله تبارك الله. شوف الضر شلون، تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. شوف الضر شلون، شوف شوف الضر، ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. عيف ما شاء الله، 50 راس يا شباب، 50 راس غنم تركية يا شباب، خرفان وفطايم وراها، اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. طبعا لسه ما ذكرتكم السعر يا شباب، لانه الدنيا الصبح لسه ما شفنا صاحبها او الدلال، فنشوف شو مطالب بيها. هاي غنم مجموعة يعني، بده يكون سعرها يعني بالوحدة شكل وبال جملة شكل اكيد. السلام، ما اعرف شو سعره، بس احنا جاي نتفرج عليها ونصورها. غنم طيب يا شباب، نص خرفان، نص خرفان ونص طايمين. ما شاء الله تبارك الله، اجواء شتوية بامتياز، الجو بارد جدا جدا. السلام طبعا القلم يا شباب قاعد يطلب عليها $700 رجال صاحبها، اما البيع اقل من جدان اكيد، ما شاء الله تبارك الله. كلها قناه تركيه 50 راس، بها فطام وبها خرفان، تقريبا نص بنص خرفان ونص بنص فطايم، طبعا الفطايم اكثر من الخرفان، ما شاء الله تبارك الله. الصلاه على، هاي هي القناه التركيه جت على سوقنا، اطلع الفطيمه هاي من العواس السوري. ما شاء الله تبارك الله، الصلاه على ما شاء الله تبارك الله. طلب $700 يا شباب، كلهم مولده مو كلهم مولده؟ لا كل... بيع عشار، بيع عشار، هاي عشار، ايوه هاي مثل هاي عشار، ما شاء الله تبارك الله. بيع عشار وبيها مولده خرفان وبيها مولده فطايم، ما شاء الله تبارك الله. شوف شلون الاشكال، ما شاء الله تبارك الله، الصلاه على محمد، الصلاه على محمد، ما شاء الله 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 ما شاء الله. 50 راس، السلام سوي بحارتنا معلم، يلا حيو سوم على القرق يا شباب. هذا هو الفيديو دنيا الصبح، ما شاء الله تبارك، الصلاة على محمد. وين وصلنا؟ ما شاء الله تبارك، تم البيع ولا؟ تم البيع؟ ايه اشترينا 28، الله يرزق يا رب، وكلنا على الله رب العالمين. 800 ما شاء الله تبارك الله.
تحصل عليه. قرقور زين ما شاء الله، طلب جيد للقرقور اليوم يا شباب ما شاء الله تبارك الله. اظن باع 28 مليونين و800 الراس الواحد ما شاء الله تبارك الله. الدولار موجود اسفل الشاشه شباب، الترجمة على الدولار بين معك انت بحلقه الدولار. احنا لما نحط الدولار نحطه مشان اخواننا المغتربين من سوريين ومن خارج سوريا، من بلدان العربيه، بلدان الخليج، بلدان اوروبا، العالم تعرف قيمة الحلال على الدولار، لأن الدولار عملة عالمية ما شاء الله تبارك. اتصل على محمد. 500 ما شاء الله عليه. دواء خروف. خروف. أول الدفع يعني. أول دفع هي. طلال هذه هناك. 7 ملايين و500 دفع يا شباب. سيارة خليجية. عجة طيبة ما شاء الله. حديثة 25 قراقير. قراقير دفع بين مليونين و500 كبداية السوق يا شباب، احنا جايين نصور من الصبح يعني. فاحنا بدنا نستغل الوقت ونصور من الصبح، إجباري مو كيفنا يعني. ولكن السوق يعني خلال فيديوهاتنا راح يبين معاكم حركته على شنو، واحنا راح نقول لكم زاد الحركه على شنو ما شاء الله. هذا المليون ونص طبعا ما راح ينباع، المليون ونص من الثلاث وجوه راح ينباع، هذا سعر 28 29 هذا سعر ما شاء الله تبارك. سعر القرقير مليونين و65 احداثه وحده على كل الجبار الله يبارك فيك. 75 مليونين و75 احداثه وحده. نعم مليونين 75 ما صار سالفه وحده. اخر شيء اللي ندري صوت ما يقول جبار اجيب 75 طيب شو مليونين و75 على الكبش على وحده 2 مليونين 75 7 يلا يا علي يلا يا علي مليونين 75 قدام يا ملي قدام وصل المليونين و80 الف ليره سوري يا شباب، مليونين و80 الوحده وما بقى صاحب النشاط صار 100 هنا يا شباب زاد يا شباب صار 100 صار المليونين و100 قاعد يزيد زاد ما شاء الله صار 100 يا شباب. هذا عنده شيء عاد 100 نقدي هذا عنده شيء صار نقدي مليونين و100 قول شلون السوق ابو والله عمي زر ابو غزال السوق مو غالي غالي ما بشراء ايوه والشباب ذول جايين من دير الزور من دير الزور يلا حيهم والله شلون اسواق دير الزور حجي والله كان كانه صاير ركود بالسوق من كثر الحلال وطلات الحلال وكثر الحلال حياكم الله ان شاء الله الله كريم عمي عبد الله وعمي فراد ما شاء الله تبارك الله شلونك عمي عبد الله اخبارك شلون السوق عمي عبد الله والله السوق الخروف شوي بي رخاوه رخاوه أيوة. الدغلي والوردي خروف لا خروف الدغلي الدغلي إيه؟ الوردي شو وضعه مهدي يعني والوردي غالي 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 فطيمه قرقوره فطيمه ما شاء الله زينه قرقوره زينه ايوه واقه انا عجل انا عجل زينه زينه يعني السوق تقريبا زين ماشي حالي. السوق زين ممتاز بس الخروف تحس بيها داوة تماما الخرفان هاي ده غالي هاي صارت 24 وجيت 27 الدفع مليونين و400 34 يريد 37 ما عندك مشكله 34 3 ملايين و400 ايوه وتريدون 37 ايوه ايوه 3 ملايين و700 الطلب 3 ملايين و400 الدفع ما شاء الله تبارك الله ده غالي حلوه. طيب الغنم هاي يا عمي عبد الله هاي لسه ما صارت على بابا شنو الطلب عليها هاي سوما 5 ونص هاي الطلب عليها 5 ونص يعني 5 ملايين و500 سوري يا شباب ما شاء الله تبارك الله الطلب عليها طبعا ما صار دفع لسه احنا جاي نصور من الصبح انا عشتين الطيبات هذا لنا عشتين طيبات ايوه ايوه بس السوق ما صارن بس السوق ما صارن وبالليل البارحه بالليل صايرات 14 مليون والزلمه يريد 1000 دولار تمام الجوز يعني الدفع بالبيت 14 مليون ما شاء الله يعني 7 7 7 7 شنو وضعنا عمي عبد الله شارع وحده عشار ووحده عشارها مو مبين ثلاث يقول صاحبه يقول ثلاث شهور ونص عشار ثلاث شهور ونص عشار ايوه يعني دوام حسنات زينات حسنات هي زينات ما شاء الله عليك دعك الصلاح الزين خشانه اي نعم والسن والسن فتايه فتايه ايه ما شاء الله تبارك الله سبعه 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 صار الصلاه على محمد أربعة ونص كبش هذا يا شباب الدفع بي 4 ملايين و50 شو قد طلبين يعني يا عمرو؟ 5 ونص طالب 5 ملايين و500 طبعا الطلب عليه كبش لحم كبش لحم ايه اجدها ايش تطلبون عليها؟ عليها 22 مليونين و200 ايوه ما صار دفع لسه ما صار تمام على راسي يا عمرو عبد الله الله يحفظك الله يحفظك 500
12600 جوز ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على محمد. يعني 6300 الواحد. شنو سنة نبركة؟ والله هذا سنة زين وهذا سنة بيكبر. بيكبر ايه. وهذا سام 8 ملايين. لحاله. لحاله. لحاله 8. ما شاء الله تبارك الله. فحولية طيبة ما شاء الله. الصلاة على النبي. تبارك. هذا قحم كبير يعني. هذا 8 ملايين سام. ايه تمام ما شاء الله تبارك. حلوات الله يسلمك. هذا رجل دلال عمي اسماعيل السوادي ابو محمد يا شباب ما شاء الله تبارك الله حلال كثير بالسوق يا شباب اللهم صل على النبي والله الحركه ما هي زول. يلا حيا ابو غزال. حياك ابو محمد شلونكم؟ حياك طيب. شلون السوق ابو محمد؟ والله السوق ما شاء الله عليه ما عاد يشتري والله ما عاد يشتري كثر الحلال ما شاء الله. حلال والله ما شاء الله. خرفان انسامة الشاي؟ والله ما سامع ما بين غير دغالي شفت بس. ايوه ادوغلي بش بعته؟ دغالي بعته عليهم 4 دولارات 80 هذا النيتش ولا غيره؟ النيتش وليش؟ 4 دولارات 80 ايش قد وزن تقريبا؟ والله وزن 55 وفي نهايه تطلع ب 58 من 55 ل 58 واحده راح 55 وواحده راح يوزن ايوه 4 دولارات و 80 سنت هاي جاي يطلب عليها 28 شباب مليونين و 800 خراف ورادي اللهم صل على محمد حركه ضعيفه والله صوم ضعيف مصور البرمه صوم ضعيف هذا محمد هذا لنا الدغالي هاي ابو محمد؟ ابو غزال لسه ايش طالبين عليها هاي؟ عليها 4.5 4.5 4 ملايين و5 ها؟ هذا فوق هاي 4.5 ما شاء الله لكن ما يبيعناها ابو غزال بيش هاي راحت ما شاء الله؟ هاي انباعت 57.5 خلي رشوا من تاجر غام اشلي يلا حيو والله 100 هلا 57 يعني 5 ملايين و700 150 ها؟ 5 ملايين 750 ايه 50 لا تنساها لا تنساها امشي خرفان وفطايمو؟ كلها كراف الا فطيمتي انا واحده مجانا انتم ايوه ما شاء الله عليك اللهم صل على سير قدام عمك ابو غزاله في الصبح